الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نفتتح هذا الاجتماع ومعنا المدن من مدينة مصراتة إلى جبل نفوسة. نزلتم أهلا وحللتم سهلا في منطقة تجوراء، المنطقة العزة والكرامة الأصلية لثورة 17 فبراير. والمدن التي حضرت معنا اليوم هي مدينة مصراتة، سلاتة، زليتن، الخمس، بني وليد 28 مايو، ترهونة، طرابلس الكبرى، نالوت، زوارة، صرمان، صبراتة، الزاوية، كتلة، توار المشاشية، توار زلطن، توار الجميل، توار لاجيلات، توار ركدالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نفتتح بآيات بينات من القرآن الكريم يتلوها القارئ حمزة محمد الشريف، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا الاجتماع نسأل الله العلي العظيم القدير بأن يكون هو اجتماع خاتمة المسك وخاتمة النصر والتحرير لجميع ربوع ليبيا الحبيبة. هذا الاجتماع المكمل لكل الاجتماعات التي حدثت وابتدأت من جنزور إلى مصراتة إلى غريان إلى الزاوية إلى صبراتة، وهنا اليوم في حاضنة منطقة تجوراء، المنطقة الصامدة التي شهدت لها ثورة 17 فبراير وسجل لها التاريخ أبرز وأفضل معالم البطولة والتضحيات. نفتتح بكلمة لأحد أعيان منطقة تجوراء الشيخ أحمد بوسعد، فليتفضل. مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجي واتبع سنتي إلى يوم الدين. إخوتي جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بمدينتكم مدينة تجوراء التي ترحب بكم من مجلسها البلدي إلى المجلس العسكري، إلى قادة توارها، إلى رجالها وأطفالها ونسائها، جميعهم يرحبون بكم وهم مسرورون جدا لحضوركم بينهم، وهم يتمنون لكم جميعا التوفيق والسداد في كل اجتماعاتكم وكل لقاءاتكم، ويسألون الله العلي القدير لكم جميعا التوفيق، وأن تكون هذه الاجتماعات استكمالا لثورة 17 فبراير ولفجر ليبيا. نشكر الشيخ أحمد بوسعد على هذه الكلمة الطيبة. عذرا ثوار السعان لم يرد اسمه في التقديم، نرجو إسناد ذلك. مجلس شورى ثوار دلنا، هؤلاء المجاهدين الأبطال أصحاب الشيم الرفيعة، درنا مدينة النضال ومدينة التراث، هذه المدينة البارة وأبناؤها الذين يحاربون الآن فيما يسمى
بمنظومة الأزلام وما يطلق عليها الآن اسم الدولة الإسلامية وكلمة تعبير لشهداء مجد الشورى توار درنا يلقيها الشيخ سامي السعدي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، يتألم القلب وتدمع العين وتحزن النفس إذا فقد أمثال الشيخ سالم دربي رحمه الله وأمثال الشيخ ناصر العكر رحمه الله وأمثال الأخ فرج الحوتي رحمه الله. سالم دربي الذي اشتهر بموقفه يوم الرتل يوم 19/3 عندما تحركت كتائب الطغيان والظلم والاستبداد لتمحو المدينة الثانية من على الخريطة، كان موقف سالم دربي رحمه الله مشهودا ومشهورا عندما نفر إلى مدينة بنغازي من مدينته درنا ومعه تلة من الشباب المجاهد الأبطال، وعندما وقف على مشارف المدينة وخرج شباب المدينة الثائرة بنغازي للوقوف معه، قال لهم: نحن لا نعرف شوارع مدينة بنغازي ولا أزقتها ولا أحياءها، ارجعوا إلى وسط المدينة وأمنوها واتركوا لنا مواجهة الرتل على مشارف المدينة، فإن كسرهم الله فذلك ما كنا نبغي، وإن قتلنا ودخلوا المدينة لا قدر الله وجدوكم تؤمنون شوارعها وأحياءها. وكانت مشيئة الله أن ينكسر ذلك الرتل المجرم الباغي. الشيخ ناصر العكر رحمه الله يعرفه أهل المدينة خصوصا، ويكاد يكون هو العميد الفعلي للمدينة. كم من مشاكل بين القبائل حلها بحكمته، وكم من فقراء يشهدون كيف كان هذا الرجل العظيم الخفي الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو المشهور في داخل مدينته يحمل التموين على أكتافه وأكياس التموين على أكتافه للأسر الفقيرة. والأخ فرج الحوتي من الأخفياء الأتقياء قتل مع الشيخ ناصر العكر بالأمس برصاص الغدر ورصاص الظلم والغلو والإجرام والإرهاب المذموم، واليوم يلحقهما الشيخ سالم دربي متأثراً بجراحه من أثر رصاص هذه الفئة المجرمة الباغية التي تلبس زوراً لباس الإسلام ولباس تحكيم الشريعة، والله يعلم أن الشريعة منهم براء. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الإخوة مجلس شورى مجاهدي درنا ربما قبل أشهر كثير من الناس كان يظنهم مثل الفئة المجرمة المتطرفة الغالية، ولكن الآن اتضحت للكثير المعركة، واتضح للكثير أن هؤلاء الإخوة في مجلس شورى مجاهدي درنا يمثلون جبهتنا الأمامية في وجه الإرهاب المذموم والغلو والتطرف. المأمول منكم أيها الإخوة ومن تمثلونهم أن يقفوا مع هذه الجبهة التي تمثل إسلامنا المعتدل الذي درج عليه أبناء هذا البلد الطيب المبارك، وفي وجه هذه الأفكار التي معظمها وفد إلينا من خارج الحدود. أيها الإخوة الكرام، الوقفة المأمولة منكم بالدعاء، بالكلمة الطيبة، بالدعم، بالدفاع عن أعراض هؤلاء الإخوة، بنشر قضيتهم في سائر المنابر والمحافل. نعم، هناك تهديد وهناك خطر، ولكن هذه هي رسالة الشرفاء في كل زمان ومكان، أن يضحوا وأن يقولوا كلمة الحق في وجه الظالم وفي وجه الباغي وفي وجه الذي يهدد بالاغتيال وبتفجير وقتل الأبرياء. يجب أن نقف ونقول كلمة الحق، ويجب أن نبين أيضاً أن هناك محاولات كثيرة لحوار هؤلاء الشباب وإرجاعهم إلى جادة الحق، لأن كثيراً منهم من أبناء هذا البلد وإخواننا وأبناؤنا وينتمون إلى هذا البلد الطيب، كنا نأمل أن يرجعوا عن هذا الموقف، وقد رجع البعض منهم بالفعل ولله الحمد، ولكن بقي البعض مصراً على موقفه المنحرف
ورفع السلاح في وجه الأبرياء واستحل الدماء المعصومة، فلم يكن بد من هذه المواجهة المؤلمة في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا الثلاثة في أعلى عليين، وأن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما نعلمكم أيها الإخوة أنه ستقام غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر بميدان الشهداء طرابلس صلاة الغائب على هؤلاء الإخوة الشهداء بإذن الله ثلاثة. نرجو منكم الحضور، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن إخواني كلمة لمدينة سميت بعاصمة الشهداء عرين الأسود، مدينة ضحت ولا زالت تضحي وتقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على ثورة 17 فبراير، هي مدينة مصرات الصمود. كلمة للشيخ محمود بن غزي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وكرمه تتنزل البركات، وبعونه تتحقق الغايات، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل الكفر والضلال، ونشهد أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدًا عبده وصفيه وخليله، بعثه بالحنيفية السمحة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم ارزقنا طريق الآخرين، وجنبنا طريق الأولين من أهل الكفر والضلال، كما قلت في عبارتي الأخيرة. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فالسلام عليكم إخوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم مدينة مصرات كلها نحييكم ونزف لكم البشريات بما يعين الله سبحانه وتعالى به أهل الخير من القائلين والفاعلين. نسأل الله أن يخلص نياتنا، وأن يحقق غاياتنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مصرات وقفت في الميدان وتقف وستقف بعون الله بما شاء الله سبحانه وتعالى من فضل، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى. وما مصرات إلا جند من جنود ليبيا لا تمتن بعمل ولا بقول، وإنما تستخير الله سبحانه وتعالى وتستعين بحوله وعونه وفضله، وتدعو إخوتها وأحبتها من جميع المدن أن تجتمع كلمتها، وأن تستعين بالله على تحقيق غايات ثورتها ونصرة قضيتها. إخوتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم، ويقول الكثيرون كفانا كلاما، ولكن لا بد للعمل الرشيد من قول سديد قبله. كفانا كلاما من البهتان أعاذ الله الحاضرين، وكفانا كذبا في الإعلام، وكفانا سوءا في النيات، وفتنة بين الأشقاء والأحباب، ولكن الكلام السديد والصالح والدافع إلى الخير لا نمل منه. أما السكوت عن الحق فهو شيطنة خرساء. لا بد لنا من الوقوف مع الحق بأقوالنا وأفعالنا. ولم يخطو النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، ولا تحرك أصحابه حركة إلا بتوجيه رشيد وسديد من قوله العظيم عليه الصلاة والسلام، ودعمه للحق الذي شرعه الله وأرسله به عليه الصلاة والسلام. إذا لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن قول السداد سداد. لا بد من جمع الكلمة، ولا بد من لملمة الصف، ولا بد من كلمة الحق، ولا بد من التعاون فيما بينكم أفرادا ومجتمعات ومدنا وقرى وجبهات، وفي كل المناحي السياسية والعسكرية والمدنية. وكل الشكر للشيخ محمود بن غزي على هذه الكلمات الطيبة. والآن إخواني أترككم مع كلمة لأحد شيوخنا الأفاضل الشيخ محمد البوسيفي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزلتم أهلاً وحللتم سهلاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في طاعته وفي محبته وفي مرضاته. الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تقضى بها الأمور وتنال بها الأجور، ونشهد أن حبيبنا وطبيبنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين والرضا عن الصحابة أجمعين، تحية للمجتمعين جميعا، تحية للتاجور الصمود، تحية لتاجور بوابة طرابلس الآمنة، تحية لكل من قام بهذا العمل. لا ننسى أن نستمطر أشابيب الرحمة على أرواح شهدائنا البررة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وللمرضى، ونعزي بل نهني أسر الشهداء في درنا، المخضرمين الذين سطروا ثورتنا بمداد من نور، وأعلنوا لكل الدنيا أن الوسط اختيار نبوي، فكانوا في الوسط وسطيون، وأعلنوا للدنيا بأنهم لن يرضوا بغير شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد خصهم في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلم يطلبوا في هذه الدنيا إلا معروفا، ولم يدفعوا إلا منكرا. اتهموا بأنهم تطرفوا فقالوا: بيننا وبينكم شرع الله، فلا نتطرف ولا نغلو، وإن غلونا أو تطرفنا فأنتم منا ونحن منكم، نرجع إلى كتاب الله. ها هي ظهرت الحقيقة، ها هو الشيخ سالم دربي الذي كنا نراه بعلو جبال درنا شموخا ورسوخا وثباتا، ها هو قدم روحه فداء للاعتدال. كانوا يقولون عنه: درنا إمارة، درنا تطرف. لا تطرف، لا إرهاب، لا إمارة في درنا. درنا الثبوت والصمود، درنا القيم والأخلاق. ماذا سيقول المتقولون على شيخ الشهداء في درنا سالم دربي بعدما أن قدم حياته فداء لهذا الوطن ووسطيته ودينه وشرعه وشرع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا سيقولون عن رفاقه الذين ماتوا معه؟ نعم، لابد أن ننظر بعيون وعقول وبصائر ثاقبة أننا عندنا ثورة في درنا، ثوار في درنا، مجلس مجاهدي شورى درنا، هذا جزء من ثورة 17 فبراير، فلا تسمعوا فيهم قولا إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجتمع من جديد ونلتقي لنتوافق ونبني. نجتمع اليوم لنؤسس لتوافقات وبناءات وقوة ندافع بها عن ديننا وعن وطننا وعن أعراضنا وعن حرماتنا، نبني ما أمرنا الله سبحانه